بدأ المارد الأحمر تحضيراته لمواجهة بيراميدز في قمة مباريات الدوري المصري ضمن مباراتهم المؤجلة من الجولة 14 بعد غد الجمعة. الجهاز الفني طالب اللاعبين بصب التركيز على المواجهة المقبلة لحصد النقاط 3 من أجل الوصول للصدارة التي يحتلها بيراميدز مؤقتا. أعلن اتحاد كرة القدم أسماء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز في مباراتهم المؤجلة من الجولة 14 بالدوري الممتاز. وكشفت لجنة الحكام عن تولي طاقم تحكيم إسباني بقيادة خافيير ألبيرو روخاس ويعاونه ألفريدو رودريغيز مورينو وخورخي بوينو ماتيو مساعدين، بينما فيكتور غارسيا حكما رابعا، فيما يتواجد على تقنية الفيديو يسيديرو دياز ديميرا ويعاونه مانيو بوسكيتس. تقام بعد غد الخميس مراسم قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية عن الموسم الجديد بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة، والتي يشارك فيها كل من الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفدرالية. 5 أندية تم إعفاؤها من المشاركة في الدور التمهيدي للبطولتين، وهي الأهلي والزمالك والترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي وبيترو أتلتيكو الأنغولي ومازيمبي الكونغولي. نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي لحظة وصول نجمنا المصري محمد صلاح إلى مقر تدريب فريقه ليفربول الإنجليزي وسط حالة من التفاؤل تسيطر على الفرعون قبل خوض التحدي الجديد مع المدرب أرني سلوت الذي رحب به فور وصوله إلى مقر تدريب أكسا استعدادا لخوض أول التدريبات قبل انطلاق الموسم الجديد. وأكد النادي في بيانه أن الثنائي أندو وصلاح سيخضعان للفحوصات قبل الانضمام إلى زملائهما في الفريق. أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري تعاقده مع المدرب رضا بن إدريس للإشراف على الجهاز الفني للفريق الكروي لموسم قابل للتجديد خلفا للتونسي عمار السويح. وكانت إدارة النادي الجزائري قد أعلنت أمس الثلاثاء عن فك ارتباطها بالمدرب التونسي بعد 5 أشهر فقط من تعيينه على رأس الجهاز الفني. أصبح لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا أصغر لاعب على الإطلاق يحرز هدفاً في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم بعدما هز شباك فرنسا في الدور قبل النهائي عن 16 عاماً و362 يوماً. وكان السويسري يوهان فون لانتن أصغر لاعب يسجل هدفاً في بطولة أوروبا عندما هز شباك فرنسا خلال خسارة بلاده 3-1 في بطولة أوروبا 2004، وكان عمره 18 عاماً و141 يوماً. احتل قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي المركز الأول لقائمة أسرع 10 لاعبين في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 بعدما سجل سرعة قصوى بلغت 36.5 كيلومتر في الساعة، كما احتل الإسباني فيران توريس المركز الثاني في القائمة ب 36 ميلا في الساعة. ورغم نجاح منتخب إنجلترا في الوصول إلى الدور نصف النهائي فقد تعرض لانتقادات شديدة بسبب افتقاره إلى السلاسة في الهجوم. أكد فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن ديديي ديشامب سيستمر في منصبه كمدرب لمنتخب فرنسا حتى 2026 على الأقل، رغم خروج فرنسا من نصف نهائي أمم أوروبا 2024 بعد خسارتها أمام إسبانيا 2-1. وذكر ديالو أن مشوار ديشامب كمدرب لمنتخب فرنسا مثالي للغاية، فقد حقق أكثر من بطولة وظهر الفريق معه بأفضل شكل ممكن خلال يورو 2024. أعلن العملاق الإسباني ريال مدريد رسمياً أن ظهر يوم الثلاثاء الموافق 16 من الشهر الحالي سيكون موعداً لتقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي في ملعب سانتياغو برنابيو، ومن المقرر أن يرتدي القميص رقم 9 في الموسم القادم، فيما سيرتدي كامافينجا الرقم 6، كما سيقوم فالفيردي بتغيير الرقم 15 إلى 8، وسيطلب تشاوميني الرقم 18 وسيرتدي الرقم 14. أعلن نادي فاسكو دي غاما البرازيلي تعاقده مع فيليب كوتينيو لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وذكر النادي في بيان له الابن الصالح يعود إلى بيته، عاد فيليب كوتينيو إلى البرازيل وسيرتدي قميص فاسكو دي غاما بعد 14 عاما ناجحا في الخارج، حيث دافع عن قمصان أندية انتر ميلان، سبانيول، ليفربول، برشلونة، بايرن ميونخ، أستون فيلا والدحيل القطري.